حرائق أخرى، حرائق أخرى هزت المنطقة الشرقية، منطقة الأوراس بشكل خاص. شوفوا، مؤلم جدا، مؤلم جدا، خاصة هذه الأرض، أرض الأوراس. هي عموما الأرض الجزائرية مسقية بالدماء، لكن الأوراس هذا قلب الثورة، قلب الثورة الجزائرية. جبال الجزائر في خاصة جبال الجزائر في عدة أماكن، لكن خاصة في المنطقة الشرقية، سواء في منطقة القبائل أو منطقة الأوراس أو منطقة أو بعض المناطق المحيطة مثل جبال القعدة في الجنوب أو جبال العموري أو جبال في الغرب. هذه كلها شهدت ملاحم الثورة الجزائرية. يعني الجبال بعد الله سبحانه وتعالى، الجبال كانت هي الحماية وهي المقر لكبار الثوار وللثوار وللمجاهدين. لكن كانت هذا في ومؤلم صاحبه يتحدث على الأوراس. الأوراس باي باي، الأوراس باي باي، البلاد البلاد ضاعت، الأوراس ضاع، باي باي الأوراس. الشعب الراقد، هاو جزاء الشعب الراقد، هذا هو كل جزاء، كل واحد شيات وكل واحد راقد وبارد القلب. الشعب البارد على بوبال، والجزائر تبدي الاستقلال، الشعب البارد على بوبال، والجزائر تبدي الاستقلال. تلكم حراك في وسط الغابة، الشعب البارد على بوبال، والجزائر تبدي الاستقلال. لجينيرو على بوبال، والجزائر تبدي الاستقلال. لجينيرو على بوبال. متألم، متألم صاحبنا، متألم هذا، هو يرى الجبال الأوراس، جبال البلاد، جبال الثوار، وجبال الآن هي في الحقيقة فيها خير كثير لسكان المنطقة، المنطقة اللي راهي دحسينها دحس. المراكز الرئيسية وين صارت الثورة هي الأكثر تخلفا إذا استثنينا الجنوب. يعني كاين أماكن اللي صارت فيها الثورة مثل خنشلة، مثل الأوراس وما يجاورهم، تشعر يعني مرات تشوف بعض الفيديوهات أو تشعر أنهم ما قبل التاريخ، ما قبل التاريخ. لا يساويهم في الرداءة إلا المدن الحدودية اللي هي أيضا مسحوقة، أو في الجنوب اللي هو ثاني خارج التاريخ. ومرات تشعر أنها انتقام، انتقام حتى من أولئك الذين أباءهم وأجدادهم ساهموا في الثورة وساهموا في استرجاع البلاد. المافيا العسكرية تنتقم، وراح نشوفه اليوم. اليوم فيه تحدي واضح من المافيا العسكرية للشعب الجزائري، تحدي واضح. لم تكن في جبل الأوراس فقط، طبعا كانت في الأيام اللي فاتوا شفناها في عين ميمون وفي جبل ميمون في خنشلة، لكن أيضا كان هناك حريق في ورقلة، في القرارة أيضا. هذه القرارة، هذو ايضا اخوانكم هناك في القرارة. وتشوف ما كاين لا مطافئ، لا الناس تتكلم عن الحريق، ما كاش. يعني ممكن يجوا المطافئ من بعد، لكن بعد نص ساعة، ساعة، واحيانا كيجوا كاين اللي مرات يوصلوا يقولوا ما عندناش الماء. طيب علاه جاي وعلى ماكش محضر تاعك تاع الماء؟ ومرات يوصلوا يجي يجبد ما يمشيلوش التويو، وفيها مكسر تويو مخترق في مكان ما. واحد الرداءة، واحد الليسي هكذا، ليسي علي، واحد الشيء ما قل له نظير. كله نابع من أن المسؤولين الكبار ما يقوموش بدورهم، لأنهم هم مفسدين كبار، فلتحت تخلى إلا من رحم ربك. طبعا كاين الناس مساكن يبذلوا من مجهودهم ومرات من وقتهم ومرات من صحتهم، لكن ما تقدرش لما يكون المسؤولين الكبار هم المفسدين الكبار، ما تقدرش وين تروح بعيد. وفي كثير من الحالات هنا ما كانش توصل المطافة في الوقت، ولما يوصلوا ما عندهمش ماتيريال، أو الماتيريال اللي عندهم ما يقدرش يوقف النار. طيب، ملايير دولارات تصرف على الحديد تاع السلاح، على السخوي والميغ ومش عارف
والتي 90 والتي 72 وكل هذه الخرده اللي في الغالب يجي عليها وقت. بالمناسبه هنا الاخبار خرجت في بريطانيا من انهم وقفوا شراء الدبابات اطلاقا. هذه الاخبار ما تبعتهاش بالتفاصيل لكن شفت عناوينها من انهم ان بريطانيا ستوقف استخدام الدبابات. خلي الحروب لم تعد قضيه دبابات، يعني دبابات حاجه بسيطه. احنا في البلاد التفكير كله هو تفكير دبابات، تفكير الدبابه، عقليه الدبابه. العالم راه في عالم اخر، وهما راهم مازالوا. مره فيه مسؤول امريكي كان قائم بالاعمال الامريكي قبل حوالي 20 سنه، خرج في ويكيليكس او خرج في كتاب كتبه واحد امريكي، يقول له هذا المسؤول الامريكي في السفاره، كان قائم بالاعمال الامريكي في السفاره الجزائريه، في السفاره الامريكيه بالجزائر، قال له هذا القوم رانا نحاولوا نجيبوهم الى، يقصد نظام الحكم، الى القرن العشرين، راهم في القرن التاسع عشر وحنا نحاولوا نجيبوهم نعاونوهم الى القرن العشرين. قال له فماذا لا تحدثنيش على القرن الواحد وعشرين، كنا ذا انا ذاك في بدايه 2003 ولا 2004. لان راه يتكلم على النظام، هما ما عارفين الشعب الجزائري، هم شايفين كثير من الجزائريين اللي راحوا مثلا لامريكا واصبحوا حتى اعلام مشهوره. في البروفيسور الشهير واللي ربما ناس كثير يعرفوه الان جزائريين، زرهوني اللي كان مشرف على القطاع الصحي الامريكي كل، على المستوى الفيدرالي كله، على مستوى الولايات المتحده كلها. جزائري خرج من الجزائر راح اشتغل وصل فاصبح في منصب يعني يعادل وزير تقريبا، يعني منصب بالغ الخطوره والاهميه اللي هو الاشراف على القطاع الصحي الامريكي. وفي جزائريين مشرفين على قطاعات مهمه سواء في كندا، في فرنسا، في بريطانيا، في المانيا، في دول خليجيه، في حتى مرات في ماليزيا، في طبعا كندا بدون حساب الى اخره. اي ان وراه المشكل، المشكل مش الجزائري، المشكل في البيئه اللي يوجد فيها الجزائري. اذا كانت بيئه نتاع علم ونتاع نظام ونتاع اداره صحيحه ونتاع رقابه ونتاع شفافيه ونتاع ما كاش بن عمي بن عمك والمعارف والشكاره، ينجح جزائري وغير جزائري، المهم الانسان اللي عنده القابليه والاراده للعمل والنجاح والعلم. اذا كان في بيئه التخلف كن ما شئت. ولذلك لما يسالوني الناس يقولوا لي آه هذا بن هذا ايمن خدشي كان كلموني عليه اللي كانوا معاه في البنك المركزي وقال لك مسؤول وكفء وكذا، قلت لهم جيبوا افضل عقليه في التاريخ، ماهوش نقول لك اللي راه موجودين الان في العالم، ما يقدر يدير ولا شيء لان القرارات هي من الخلف. بالمناسبه نتمنى على المساعد ان يبعث لي المقطع اللي ظهر فيه والي عند دفله وكانت الفضيحة شافوها الناس، ربما بعضكم ما شافوهاش، نوريها لهم الآن. الفضيحة اللي كان وراه يتكلم فيه ويعطي له في التعليمات وش يقول، تسمعوها بنفوسكم الآن لما تصلني يعني. لما تكون عندك واجهة مدنية شديدة الفساد والرداءة، واللي خلفها أكثر منها فساد ورداءة. فما تروحش بعيد حتى لما تجيب أي إن كان، ولذلك يتنحاو قاع. وهنا نتكلموا في الغالب على 5000 مسؤول على المستوى العسكري والمدني، 5000 مسؤول. الجزائر فيها 46 مليون. رانا نتكلموا على نسبة لا تساوي شيء بالنسبة لعدد الجزائريين. نشوب حريق، ما عنديش صور لكن هاي الأخبار، نشوب حريق مهول بغابة في سيدي بالعباس. أيضا إذا المساعد عنده الصور يبعثها لنا، لكن هاي جايبتها إحدى جرائدهم هذه اللي تسمى قناة الحياة اللي هي قناة الممات ونشر الإجرام. وفي عنابة أيضا في جبيحة في جبل حي الأبطال، مافيا الأحساب هو أنه قامت به مافيا العراق، مافيا الفحم. هذه أيضا حريق آخر في عنابة. وانا نقول لاخواننا اللي وين كاين هذا الجبال وين كاين الاشجار وين كاين عسر روحكم، وانا انصح بان تكون هناك لجان لحراسه الغابات، لان مافيا العقار، مافيا الفحم، ومافيا الجنرالات عموما
ما عندهاش لا تهتم. هما ساكنين في مستوطنة كلوب دي بان وما شابهها، وما يهمهمش الناس يتحرقوا، الناس يموتوا، يموتوا أغنامهم، دجاجهم، بقرهم، ما هذا ما يهمهمش. أحيانا تهمهم، كانوا كيسموه، وأنا كانوا كثير من العسكريين اللي أقسموا لي بكل الأيمان، وهذه شهادات متواترة من عدد كبير من العسكريين، أنهم كانوا يؤمرون يطلعوهم للجبل ويعطوهم لبنو ويعطوهم ليسانس، يقول لهم شعلوا لبنو ليسانس وطلقوها باش يحرقوا. هما كانوا يقولوا لهم باش ما يبقاش الإرهاب. طبعا باسم الإرهاب يتم تدمير البلاد، باسم الإرهاب يتم اعتقال الناس، باسم الإرهاب يتم تخويف الناس، باسم الإرهاب يتم سجن الناس، باسم الإرهاب تتم الرشاوي كل شيء باسم الإرهاب. لذلك حابين يرجعوا الإرهاب. علاش السلمية تذبحهم تقتلهم؟ لأن السلمية سلميين، ينشروا إرهابيين، رشاد إرهابية، مش عارف كذا، يحبوا الإرهاب، يحبوا العنف، يحبوا لأنها ثم وين يخدموا، مثل البعوض اللي يحب الجيفة. فأنا أنصح إخواني في وين كاين الجبال واللي فيه احتمالات أنها تجيهم المافيا، سواء تاع العقار أو مافيا أو مافيا الفحم أو مافيا الجنرالات، أن تكون عندهم لجان شعبية سلمية طبيعة الحال تقوم بحراسة هذه القرى وهذه الجبال، باش ما يخلوا حتى مجرم يجي يشعلها عليها. وأقول لإخواني، سواء كنتوا في من جهة وهران أو بالعباس أو معسكر أو مستغانم أو القل أو بجاية أو تيزي وزو أو عنابة أو كل هذه الأماكن يعني، أو سطيف أو حتى اللي محيط بالعاصمة، مليح أن الناس تشكل لجان شعبية سلمية، يكون عندها تليفونات فقط، وربما باش يقدروا يتواصلوا مع الناس، باش هذه المافيات اللي هي مافيا متعددة من الفحم إلى العقار إلى العسكر إلى ما ترتكبش هذه الجرائم، خاصة في صيف صاعف في حرارة شديدة، وخاصة في وقت ما كانش الماء، ما كان يجيهم بعد نهار بعد نهارين بعد ثلاثة. يكلم فيه صديق أول أمس، أقسم لي أنه في هذه المدينة اللي يسموها مدينة سيدي عبد الله اللي هي قريبة من العاصمة يعني في حدودها، قالك 6 أيام ما عندهمش الماء، هذه اللي سموها المدينة الذكية، وقال قذارة شديدة، وهذا راه وضع تقريبا كل المدن الآن. لكن هذيك المدينة يكلمونا، قالك المدينة الذكية، المدينة الذكية الناس ما عندهاش الماء لمدة 6 أيام، وفي كثير من الأحيان رأي صارت مظاهرات واحتجاجات أخرى أيضا في العاصمة هذ اليومين اللي فاتوا، لأن الناس كان اللي ما جاهمش عنده أسبوع الماء، 8 أيام 6 أيام، مع أنهم كانوا قالوا لهم باللي كاين راسيونموها وكيفاش يوصلكم ونهار بعد نهار، لكن مش صح، لأن التلاعب ولأن الرشاوي ولأن أصحاب اللي يسكنوا فيها الأحياء اللي يسكنوا فيها الأرباب تاع البلاد ما يقطعوش عليهم أو يعطوهم أوامر باش يردوا لهم الماء، يقولوا ما يهمنيش في الفيلاج فلاني أو في الحي الفلاني.